من جديد ألتقيكم صديقاتي وأصدقائي في الوطن العربي وحول العالم أجمع. أهلاً وسهلاً بكم إلى هذا الفيديو الجديد ومتابعة جديدة حول The Voice Kids، ووحدة من المشاركات وصاحبات الصوت الجميل والصوت الرصين والصوت الأصيل اللي هي ياسمين أسامة. غنت يا صباح الخير يلي معانا، وصباحكم فل وورد وياسمين، ومساءكم خيرات ومحبة وسلام. بعد الفاصل نشوف ياسمين السوت. تفضل. أهلا بكم صديقاتي وأصدقائي مرة ثانية، ومثل ما قلت ياسمين اللي هي من مصر واللي عمرها 12 سنة فقط، وغنت للسيدة العظيمة أم كلثوم ومن ألحان الأستاذ والموسيقار الكبير محمد القصبشي وكلمات بيرم التونسي رحمهم الله جميعا، وأطال في عمر هذه الشابة الصغيرة ذات الموهبة الكبيرة. غنت يا صباح الخير. ما غنته ياسمين في هذا الجزء من الأغنية متألف من مقام الريست حقيقة على درجة الدو أو الريست، وأيضا هناك فيه تحويلة بيات أو من جنس البيات على درجة الصول أو النوى، والحجاز أيضا هناك تحويلة حجاز على درجة الصول أو النوى، وجنس نهاوند على درجة فا وجهارقة. لاحظوا عبقرية الموسيقار محمد قصبشي الله يرحمه، يعني في أغنية تكون طقطوقة هي لكن فيها نسيج لحني متكون من مقامات عدة، وهذه المقامات هي عبارة عن أجناس وليست مقامات، وهي نفحات لكن تشعرك بالإشباع، يعني تشعرك بالإشباع من هذا النغم الجميل. عبقرية اللحن، ولهذا الأغنية أو التلحين هي صنعة، هي حرفة، مثل ما أنت تريد واحد يعمل لك تحفة فتروح على واحد، أو جوهرة أو محبس أو قلادة، تروح على واحد محترف يسوي لك إياها، يجمع لك الأشكال ويجمع لك الكواليتي. فهو هذا، مع أنه جملة البداية مع ياسمين الموسيقية كانت قصيرة جدا، يعني إذا نرجع إلى الأغنية الأصلية عند السيدة أم كلثوم راح نشوف أنه هناك تسهيب وهناك سكيل صاعد لمقام الريست يعطي السلطنة الكاملة للمؤدي أو المؤدية. لكن عند ياسمين في الحقيقة كانت الجملة الموسيقية قصيرة جدا، ورأسا دخلت في الغناء، وكان دخول ياسمين ممتلئ والتون صحيح، تون الدخول كان مضبوط اللي هو لا حسيني مع ترلات أنيقة على الرست هي أو على الدو، لكن الدخول كان من اللا اللي هو سادسة الدو أو سادسة الرست. ورغم أنه الأغنية مفرحة ويمكن لو كان غيرها كان على طول الابتسامة على وجهها، لكن ياسمين كانت تغني يعني تعطي كل حرف حقه في تكويرة الفن في الفم العفو، في التجويف، في استخدام عضلات الوجه بشكل رائع جدا، ولهذا خرج الصوت مكور وممتلئ ووصل إلى الأذن كاملا ومشبعا للأذن وفي غاية الجمال والانضباط. خلونا نسمع. عظيم، لهنا كان ريست. شفتوا المقدمة الموسيقية قصيرة ودخلت هي بكل وثوق ومسلطنة على الريست، والريست يعني هضمتها بشكل ممتاز. ثم في والشمس هي طلعة وضحاها، هنا جنس حجاز كار على الصول أو النوى، واسمعوا جمال الأداء والإتقان مع ضبط النغم ووضوح الكلمات وسلامة مخارج الحروف. يعني هي خلي نسمعها وبعدين أشرح لكم كيف ده تصير مقام مقام. تفضل. والشمس هي طلعة وضحاها، إذا هنا جنس حجاز كار اللي هو والشمس
الحسن طلعا وضحى. ثم يلا معاها الأولى وهي من جنس الهزام على درجة الميكار أو السيغا، وبنفس الجو أيضا ما زالت في هذا الجو لكن على جنس الحجاز، ينزل ويستقر على الري أو الدوغال يعمل بيات شوري. خلونا نسمع هذه الفقرة. سمعتوا؟ إذن هي هزام بيات شوري ثم رست. أعيد. والطيرة سرحة في سماء، هنا هزام على الميكار، يلا بيات شوري اللي متكون من جنس بيات وحجاز، ثم الريست، ريست على نغم الريست أو نغمة الريست أو اللي هي نغمة الدو، ثم تعود إلى الريست مثل ما قلت في يا صباح الخير يلي معانا على الدو أو الريست. خلونا نسمع. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. رائع، نزول متقن مع أداء وعراب وتحليات وترلات غاية في الجمال، يعني أداء احترافي بمعنى الكلمة، مع أنه حدثت حشرجة في يلي معانا الأولى. خلونا نسمعها. يلا معانا يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. يلي الأولى حدثت حشرجة لكن تبقى حشرجة جميلة، استقراراتها حقيقة لا نقاش فيها إطلاقا، يعني استقرارات واثقة جدا وصحيحة وجميلة على الأذن. ثم الصبح هنور وهو جزء من البيات على درجة الصول أو النوى، نسمع مثلا. الصبح هنور وتبسم وتبسم والدنيا سمعتوا؟ إذا نريد نفصل هذا الجزء، يعني هو مثلا الصبح أو نور هو جزء من البيات، يعني بيات على النوى على الصوت، هنا يتحول إلى أحياها إلى السيغا على درجة اللاكر. هنا بيات هنا سيقا صار يعني. ثم الحجاز في البدرية ساعة هنية على درجة الصول أو النوى، خلونا نسمع هذا الجزء. ونسم على أهل الدنيا وأحيانا. هنا أيضا نفس الحالة، عفوا قبل أن نروح على الحجاز، أهنسم اللي هي على على بيات الصول أو النوى، ثم وأحيانا هزام صارت هنا، هزام صارت عفوا سيقا صارت، ثم على درجة الصول نسمع الحجاز. البدرية ساعة هنية، البدرية ساعة هنية. ما زالت الحجاز لكن هنا البدرية صعود وصلت إلى ري جواب اللي نسميه محير، وهي طبعا طبقة عالية، صح كانت شوية تون محرج إنها لأنه عالية لكن أدتها بشكل جميل.
شيء رائع جدا، لكنه غنتها بقوة. وطبعا لا ننسى أنه الأجواء اللي واحد يعيشها في هذه الوقت في هذه الأوقات، لكن الري المحير اللي هو جواب الدوغا كان رائع جدا مع الآداء ومع الترلات والاستقرارات المنضبطة. ثم دي الشمس أهطلعة وضحاها هو من جنس النهاوند على الجهرقة. خلونا نسمعها. ده جنس نهاوند اللي هو هذا نهاوند على الجهرقة. ثم نستمر. ثم تجي الفقرة اللي هي بعد النهاوند يأتي بعدين هزام، ثم يأتي السيقا، عفوا الهزام على السيقا والبيات الشوري، ثم الرست يعني النهاوند. هزام بيات شوري ثم الريست، ثم تقفل على الريست في قفلة رائعة جدا. خلونا نسمعها. يا صباح الخير يا اللي معاني. استقرار جميل، وكان شوية تون مو كلش منضبط، لكن تون طويل، استقرار جميل، ونفس أيضا متمكن. يعني أنا يعني عندي قضية جدا مهمة، أنه الشعوب الأخرى مو هي أذكى من عندنا، ولا إحنا أذكى من عندها، ولا هم أفضل من عندنا، ولا إحنا أفضل من عندهم. هم يتقنون حقيقة إنشاء الطفل، إنشاء الطفل على الشيء اللي يريده. إحنا ننشئ أطفالنا على أشياء كثيرة بحيث يضيع. يعني هذا يقول مثلاً أنه يكون عازف كمان، يأخذوا يدرسوا الأشياء العلمية حتى يتثقف، لكن يركزون على هذا الموضوع. لاعب الكرة اللي يكون موهوب بالكرة، الطفل اللي يكون موهوب بالكيمياء، اللي يكون موهوب بالفيزياء، ولهذا تطلع عنهم أعداد كبيرة من الناس المتخصصة. ولهذا دائماً إحنا يعني نذكرهم ونقول فلان وفلان وفلان. إحنا عندنا كل هذه الطاقات، لكن تتشتت في كمية المعلومات وكمية الاتجاهات اللي نشوفها للطفل. ضروري جدا أن واحد يكتشف الطفل ويعرف شو يريد، ثم يركز على هذا الموضوع، وتكون الأشياء الباقية هي عبارة عن قضية تكميلية لشخصيته. هنا عندنا موهبة رائعة من مصر الحبيبة اللي هي ياسمين أسامة، أتمنى لها كل التوفيق. وليش أنا ذكرت هاي المقامات فصلتها؟ حتى أقول لكم أنه هذا الغناء مو سهل، هذا يعني عبارة عن كبسة قوية ومحكمة من المقامات والأنغام والأجناس المتداخلة مع بعضها، وعلى درجات حساسة جدا. هذه الطفلة أو هذه الشابة اليافعة، هذه الفتاة اليافعة غنت أغنية صدقوني. هناك كثير من النجوم والأسماء على الساحة العربية ما تقدر تغني هذه الأغنية وبهذا الشكل، مع العلم أنه هي جاية الاختبار مواصلة إلى مرحلة الاحترافية بحيث متمكنة وتعرف نفسها والناس تعرفهم، وعدها فرقة متمرسة معها لسنين. تصوروا هذه لو استمرت، لو ولو لقت دعم من المؤسسات الفنية، شراح يكون عندنا من جيل مبدع يبدع بحداثة وتطور مع الحفاظ على الأصالة. أشكركم أصدقائي على المتابعة، إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، واللي يشاهدنا لأول مرة لا ينسى يعمل لنا لايك سبسكرايب ويفعل الجرس، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.